طبعا هنا فيلا من المشاريع الاستثمارية في البوسنة، وهذه الفيلا تقع على أرض تقريبا 600 متر مليئة بالتفاح والخوج. وأكثر جمال هذه المنطقة هي إطلالتها وموقعها الاستراتيجي، استراتيجيتها في هذا المكان، وهو فلكسواجن، هذه الشركة اللي نشوفها هنا في هذا المكان، شركات فلكسواجن، بالإضافة إلى مجمع تجاري كبير جدا. والإطلالة الجميلة هذه اللي تشوفوها يمكن ما تلاقوها في أي مكان في أي بقعة في العالم. هذه هي الإطلالة، إطلالة يعني ولا أروع أن تجدها في أي مكان في العالم إلا في هذا المنزل، إذا كان هو من نصيبك، وإذا كان رزقك يكون لك هذا البيت، بيت الأحلام نسميه، بيت مكون من دورين. طبعا بيوت البوسنة كلها من دورين، سعره جدا جميل، 400,000 فقط لا غير. وأجمل ما فيه طبعا موقعه الاستراتيجي، التفاح في كل مكان، كل زاوية موجودة فيها تفاح وفيها غوج. وهذا هو البيت، ممكن السلام عليكم، عندك جيران، خوش جيران. وهذا بيتنا القادم بإذن الله تعالى، لا تفوتوا عليكم فرصة الاستثمار، ممكن تشتري وتسكن، وممكن تشتري وتبيع، وممكن تجعله استثمار إلك وإلى أولادك، والباقي عليكم. وهنا زيارتنا إلى أحد المباني للاستثمار، مساحة الأرض 1000 متر، مساحة كبيرة وجميلة جدا، خضراء. وميزتها إن هذا الحشيش مثل اللافندر، يعني له رائحة خاصة جدا، ما هو مثل أي عشب، لا، رائحة اللافندر تماما هي في هذا العشب. طبعا الفيلا للبيع، مساحة الفيلا 200 متر، ميزتها الحقيقة جميلة جدا، كأنها مقسومة قسمين، هذا قسم طبعا الغرفة وغرفة استقبال، وهنا طبعا دورة المياه والمطبخ ومكان لتناول الطعام. وهنا لما نصعد إلى الأعلى أوريكم أن هذه الفيلا فيلا تستحق العنوة، وهي فكرة جميلة للاستثمار، أن الواحد يفكر يوم من الأيام يشتري لبيت إطلالة. شوف هالإطلالة، يعني يكون عندك بيت فيه إطلالة جميلة مثل هذه. هذه غرفة نوم رئيسية، وهنا غرفة نوم أخرى، هنا في سرير المفروض في هالمكان، هنا صوفة، وهنا البيوت المطلة الجيران، وهذه نفس الشقة تماما، هنا فيها سريرها وكراسيها وإطلالاتها، وكذلك سريرها وإطلالاتها الجميلة. شوفوا كيف، الله، تخيلوا هذه سعرها 450,000 ريال فقط. لما نتكلم عن 450,000 ريال بيت بهالحلاوة، يعني نتكلم عن استثمار في المال، استثمار في مكان يستحق الاستثمار، في البوسنة. والبوسنة بلد جميلة جدا حقيقة، بأجواءها
وأهلها وناسها الطيبين. وهذا هو مشروع الحلم القادم بإذن الله. لا تفوتوا عليكم الفرصة، ترى الفرص تأتي مرة واحدة فقط في العمر.